هذا الدري هذا اللي مريض زكريا فرحان زي ما تعاني من هذا المرض مده 18 عام هذا وعيت ما خليت فين ديتو وعندو الدواء ما عندوش الدواء اللي رخيص عندو الدواء تياخد الدواء عندو 38 الف ريال للشهر وانا عندي وليدات خرين. عندي وليدات خرين وانا تنخدم تندير ميناجا في الديور معاونيني على الناس المحسنين هما اللي معاونيني <applause> <applause> جاو عندي الجمعيات وخداو عندي الوراق وصوروه وداو وما داروا معايا والو ما خليت الباب اللي دقيت ليه تيتسد انا عيت انا ماشي عييت منه وانا حامده بالله ما نقدرش ام تقدر تعيا من ولدها لان هذا الشيء انا حامده بالله دبتي لا عطاني الله سبحانه وتعالى انا حامده به ما ربنا نكون انا انا هو الدري برزق ديال هاد الدري مع الوليدات الحمد لله اللهم لك الحمد ولكن وصلت لواحد الحاله اللي صافي يئس ما بقاش نخلي ولدي بلادوه حاليا فعلا والله ما عنده الدواء قسما بالله العلي العظيم اللي بقات ليه حبه اللي غيشرب في العشيه والله ما عنده الدواء ما يشرب حاليا دبا ما عندوش الدواء ما يشرب والحمد لله اللهم لك الحمد المشكل اللي تيعاني منه عنده ما عندوش مرض الصرع صعيب عنده مرض الصرع ثلاثي يعني ما يقدر يخدم به يعني ادو الحاجه اللي بغى يشرب كاس ديال المر ما يقدرش يد عليه والسبب ديالو راه ما كاين حتى حاجه راه كان عتي يلعب عنده 6 سنين كان تيلعب طاح مع بنات ذاك كان تيلعب مع بنات عمو طاح في الارض ما خلينا فين ديناه وانا الطبه انا بغيت عيقولوا لي شي حاجه واش عنده شي مرض اللي خايب واش عنده شي مرض سميتو انا الطبه ما عطينيش الامل اشنا هو تيقول لك عنده على العروقه مخبلين ليه عنده المشكل في المخ هذا هو المشكل ديالو ما انا بغيت عاد شي طبيب يقول لي المشكل اللي عند الولد ديالو واش عنده شي مرض خطير واش عنده شي مرض اللي غادي يقدر يتعالج ولا ما يتعالجش حيت حاليا تيشرب الدواء وتيطيح تيشرب الدواء وتيطيح تيشرب الدواء بحال عام عشويه يعني تطيح في الزنقه تيجيبوه ليا تطيح في تيكون في القاعه مع الدراري تيطيح تيجيبوه يعني ما عندوش شي حياه اللي عنده مسكين ما عندوش شي حياه اللي هي انا دابا انا تنمشي نخدم تندير الميناج عند الناس وما كاينش اللي تيشد ليا وليداتي تنخاف دا عليه تمشي نخدم ومرفوعه كي غادي ندير نخلي وليد صغير بنيتي بقى صغار وحده عندها عشر سنين وحده عندها تسع سنين وحده عندها 12 11 عام يعني وما كاينش حدايا حتى واحد اللي غيشد ليا ولادي اللي غيقابلهم ليا باش نمشي نخدم ندير الميناج انا تنخدم إيه وفعلا يعني رغم ذلك تنخدم تمشي ندير الميناج عند العيالات تندير الميناج تندخل للبشاويه تندير لا ميناج ديال كل شهور باش نعاون وليداتي حيت ما كاينش اللي غادي يعاوني والله سبحانه وتعالى ونتمنى من الله ونتمنى منهم يشوفوني بعين الرحمه هادشي اللي تنقول ما بقاتش معايا في التواصل كنت تنتصل بيهم تاو سدوا عليا التليفون داو الاوراق وداو الوثائق داو كلشي وما رضوا عليا حتى حاجه وصوروا الدري وصوروا الوراق ديالو وصوروا كل شيء وما ردوا عليا حتى حاجه يعني الجمعيه اللي تتصل بها تجي تصور لي الوريقات وتتمشي بحالاتها تتصور الدري وتتمشي بحالها ما بقاتش تنضر تنضر منها حتى حاجه وملي تجي نتصل بهم تيقطعوا عليا التليفون ما تيبقاوش يتواصلوا معايا انا كانت عندي وربعين الف ريال في الشهر 46 الف ريال في الشهر كي غادي ندير لها كاش غدا ليه؟ كي غدا نخلص الضو غدا نوكل وليداتي صغار غدا نشري لهم الادوات ديال المدرسه غدا نشري لهم الادوات ديال المدرسه كي غادي ندير لهم والضو حاليا باقي يتسانوني فيه مليون قل 40 الف ريال خلص الناس عطاوني الناس عاونوني عاونوا المحسنين جمعوا لي بالعشرة جمعوا لي بالعشرين خلصت مده شهر خمسين الف وخمسين الف ريال ودابا راه شهرين شهرين ما مخلصش وطالع في ثلاث شهور والله ما مخلصه وباقي تيسالوني مية 160 الف وشهرين ما مخلصاش وطالع في ثلاث شهور غالب الله ما عنديش كي غادي ندير ملي غادي ندير نخلي ولدي يموت انا باش بس بس نقدر ندبر على الدواء ديال ولدي بزز باش نقدر ندبر <applause> عند الوالدين الوالدين كي غادي ندير يعطوني ثلاث شهور ثلاث شهور كونترول ولكن ثلاث شهور ما تنقدرش نديه حيت ما عنديش باش نديه يلاه تنتكافى تنقلب باش نشري ليه الدواء ديالو يعني كونترول بدي دي كونترول خاص تخلصيه يعني ما عنديش باش نخلص داك الخلص اللي بغيت نخلص ليه تنتكافى ليه مع الدواء ديالو على خاطر تنغب تنغيبو عامين عام ونص ودابا راه حاليا طالع حتى الشهور مشيت مع انايا من مرض مؤخرا مح... آه مشيت مع انايا يعني عند الطبيبه ما دوش معايا حيت الدواء ديالو كان مقطوع تمشي المرح يقدر ينوض يمشي المرح، ولكن خاصني ضروري نكون انايا معاه نتبعو انايا ولي يتبعو بأبا, بابا اللي يعود يطيح في التواليت ولا يطيح في شي ما نقدروش نخليهم يمشي بوحدو حيت من تاتجي الحاله يقدر يطيح على راسو يقدر يطيح على وجهه يقدر يطيح على الحيط ما نقدرش نخليه بوحدو طيب تيبقى يبخبخ تتقولي راه صافي كتقول بحل مات القلب ديالو تيتوقف الاعضاء ديالو كلهم تيتوقفوا صافي ما ما نقدرش خيص لا بيناس غتجي تديه خاصو تدي لك دير لك بعرم ديال دي الفلوس وخاصك لا تدخلي الكنين ولا تدخلي السبيطار خاص يكون عندك الفلوس وانا ما عنديش الامكانيات باش غادي ندي باش غادي ندي غندي غدا اللوحو ما يمكنش لي ندي نلوح ولدي تنتعامل معاه تنحيد ليه الخديه من تحت من راسو تنبقى ندير ليه في الصدر ديالو تنجيب شي ود ما تنبقى نكبولي على وجهو تيبقى معاه تيفيق ورغم ذلك ما يفيقش تينعس ملي تزيد ديك الحاله صافي تينعس تيبقى مغيب ومن تامن كتجي ديك الحاله حشاك تيبول تحت حوايجو تهزي الفراش كله فازق ومن تبقى توقفيه ما يوقفش يوقف في النص ديالو كله فاشل طايح ليه النص ديالو كله طايح ليه يعني بحال لا تهزف واحد معاق تبع الدراسه ديالو حتى للسادس كنت صايبه المشكل مع الاسفه ديالو وقع ليا مشكل مع معلمه رفضاتو ليا من المدرسه وبقيت نجري 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 حتى ومن رديتو بقى متبع الدراسه ديالو حتى للسادس واخا متبع العقل ديالو ما شاد ليه والو صافي طيب مني نصط المشكل اللي تيطيح ليا تما مع الاساتذه دابا من الدراسه عنده الحاله ديالو عنده في لبسي وعندو بحال حاله اعاقه ذهنيه يعني العقل ديالو راه ما كاملش العقل ديالو وراه ما كاملش وعندو قال لي العروق ما عندوش عرق واحد عنده العروق بحال مشبكين ليه الشيء اللي تيقولوا ليا ما هو طبيب واحد كان بريفوسور حسن الحميدي كان بريفوسور بزاف بزاف ما هو واحد ما هو جوج ما هو ثلاثة ما هو أربعة العدد مني مثلا نتبع معاه هذا ثلاث سنين عامين ما تيدير ليا الدوا ديالو والو تنعقب نهزو عند طبيب أخر مني ما تيديرش ليا تا هو الدوا ديالو حتى حاجة تنعقب تاني نهزو عند طبيب أخر بزاف الطلب ديالي ما بغيت والو بغيت يهزو نعم الدوا باش نقدر نعيش وليداتي الأخرين هادشي كنت ما بغيت حتى حاجه ما الدواء هو اللي عندي المشكل فيه ولا مرض لي بحال ما هكا وطاح لي شي حاجه نلقى كيفاش ندير تنعالجو كيفاش ندير تندير طبيب هذا هو ما بغيت حتى حاجه هذا هو الطالب ديالي الوحيد اللي بغيت الا هزوا لي الدواء غنقدر نعيش وليداتي الاخرين باش غادي نعيش وليداتي الاخرين الشيء اللي هو الطلب ديالي تنقول للمحسنين اللي شافوني الله ينزل في قلوبكم رحبا ونتمنى منكم تعاونوني وتعاونوني على الدواء ديال ولدي وتعاونوني على العلاج ديال ولدي باش تنقول المحسنين الله يجازيهم بخير ثاني راس خاصك تشرب الدواء وتنعس اه شنو بغيتي الهدف ديالك من المحسنين شنو هو يعاونوني باش غيعاونوك بالدواء بغيتي غير الدواء صافي ضرب ضرب تقدر تخرج من زكريا شويه شوية, بوحدك؟ ده. ده شوية. تخرج بوحدك؟ لا دراري خاص يخرج معايا شوية شكون؟ خويا ولا الواليدة ولا بابا ما تقدرش تخرج بوحدك؟ لا شنو هو المرض اللي كتعاني منه؟ الراس مال الراس؟ كريس كريس لي على غفلة وشان الناس يعاونوني في الدوانة شافو يعاونوني الناس في الدوانة دو غالي شنو بغيتي خاص دول دول ذكرية ذكرية لا لا انا ناسي لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطو على سبسكرايب باش توصلو بكل جديد